يعني بالفعل هي استهداف للمستشفيات، هذا عنوان هذا اليوم. الاحتلال استهدف جميع مستشفيات محافظة غزة. نقول له وللعالم جميعا أننا ما زلنا في المستشفى، ما زلنا مع المرضى، ما زلنا مع النازحين كما ترون، الآلاف من النازحين، الآلاف من الجرحى، الآلاف من الطواقم الطبية، ما زلنا في هذا المستشفى، سنخدم هذا المستشفى ولن نبرح هذا المستشفى أبدا، وسنبقى مع الجرحى والمرضى حتى لو عالجناهم على الشمع وحتى لو عالجناهم على أي شيء. الوقود مفترض أن ينفذ خلال ساعات، لكن سنبقى معهم ولن نغادر هذا المكان مهما كلف الثمن. نقول للعالم أن المستشفيات محمية بالقانون الدولي الإنساني ومحمية باتفاقية جنيف الرابعة. لا أتصور أنه في القرن 21 يتم قصف مستشفيات وتهديد مستشفيات وإخلاء مرضى. نحن لا نستطيع إخلاء مجمع الشفاء الطبي لأن هناك أكثر من 60 مريض في العناية المركزة، وأكثر من 50 طفل في الحضانة وأقسام الخدج، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى. هؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لهم مكان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. نحن باقون هنا مع الجرحى ومع النازحين ومع أهلنا في مجمع الشفاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.